المفيد في الرياضيات للسنة الرابعة ابتدائي. إذن اليوم عندنا تقويم ودعم وتوليف التعلمات للوحدة الثالثة. إذن شبكة تقويم التعلمات، إذن خلال هذه الوحدة الثالثة سبق أن يعني في الدرس التاسع تعلمنا أو وظفنا التقنية الاعتيادية للضرب في نطاق الأعداد من 0 إلى 999 ألف وتسعمائة وتسعون، إذن هذا مكتسب. في الدرس العاشر تعرفنا على المضاعفات والقواسم. في الدرس الحادي عشر قمنا بعملية الإزاحة والدوران ووظفناهما اكتسب وفرقنا بينهما. ثم في الدرس الثاني عشر تعرفنا على القنطار والطن والعلاقة بين الوحدات، قياس الكتل وإجراء التحويلات والحسابات عليها ومقارنتها وترتيبها. إذن هذا الشيء كله اكتسبناه خلال هذه الأربعة ديال الدروس في حصص أنجزنا فيها عدد كبير من التمارين. إذن دابا غادي نديرو تقويم ودعم. نبداو بالتمرين الأول، أنجز ما يلي واحسب أفقيا. إذن هنا غادي نحسبو العملية أفقيا. إذن هنا غادي نخليو العدد هو العدد اللي ونزيدو كنضربوه في 10، مثلا عندنا 978 ضربناه في 10 غنزيدو نزيدو صفر، صفر. ضربناه في 100 نزيدو جوج أصفار، ضربناه في 1000 إذن شحال ما كانت الأصفار نزيدوه العدد. عندنا هنا هذه الحالة هذه عندي عدد صح، عندي عددين يخالفان الصفر غنضربهم بعضياتهم. 9 × 7 شحال كتعطي؟ 3. 63 وغادي نزيد و عدد الأصفار اللي عندي في العددين. هنا عندي جوج وهنا عندي واحد وكنزيدهم. إذا ما العملية التي تعطي النتيجة التقريبية لتسعود في 32؟ تسعود في 32 دونك شكون هي العملية اللي غتكون قريبة قريبة لتسعود في 32؟ إذا هنا خصنا نفكروا مزيان. عندنا 10 × 35 هذا بعيد، 10 × 40 بعيد، إذا بقى لنا بين هذا وهذا. علاش؟ هنا مثلا بحال اللي خدينا واحد زدناه لتسعود عطانا 10 ونقصنا جوج. إلا شفنا شكون هو اللي غيكون قريب، نزيدو واحد لهذا ونقصو من هنا جوج، أولا نزيدو واحد لهذا ونقصو من هنا 5. هذا اللي أقرب. إذا هذا اللي أقرب، إذا العدد الأقرب هو هذا، وإلا قمنا بالعملية غادي نلقاو هو الأقرب. نشوفو التمرين السؤال الموالي، ما النتيجة التقريبية لجداء العددين؟ إذا هنا هذا العدد هذا شنو نقدرو نديرو؟ نقدرو مثلا نزيدو واحد، إلا زدنا هنا واحد غتعطينا 82 في 10 هي 28، إذا هي القريبة. ونقدرو نقصو حتى واحد من هنا ونزيدو هنا، تعطينا 81 في 10، 81 في 10 810، إذا هذا الأقرب، هادو بعادين، هذا أبعد بزاف، إذا هذا هو الأقرب. إذا ننتقل إلى التمرين اثنان، هنا أضع وأنجز، إذا غادي نقومو بعملية الضرب، تقنية الضرب. إذا 76 ضرب 84، إذا هنا 4 × 6 = 24، 4 × 7 = 28، 3 × 3 أضع النقطة، نعم، 8 × 6 = 48، 8 × 7 = 56، والأربعة 6. إذن نقوم بعملية الجمع، 4 + 0 = 4، 0 + 8 = 8، 3 + 0 = 3، 6 + لا شيء 6. إذن هذه العملية الأولى. العملية الثانية عندنا هنا خصنا نفكرو مزيان، شكون اللي نديرو لتحت شكون الفوق؟ هذا نديرو الفوق. إذن العدد اللي فيه أكبر عدد الأرقام مع هذا، إلا ما كانوا الأصفار، إذا كانوا الأصفر على اليمين هذاك شكل آخر، إذا هو اللي كنديرو الفوق. يلا 8 × 9 = 72، 9 × 0 = 7، 9 × 7 = 63. إذا هذه هي النتيجة ديال تساوي وناطر. صافي. إذا ننتقل إلى التمرين ثلاثة، يتوفر كتبي على 9 علب أو
تسع علب للأقلام الملونة، كل علبة تحتوي على 178 قلما، ما مجموع الأقلام؟ غادي نضربو 178 في 9. دونك هنا دابا هنايا في هاد المسائل خصنا نفكرو واش نديرو عملية الضرب ولا نديرو عملية الطرح ولا نديرو عملية القسمة ولا عملية الزائد. إذا هنا في هاد الحالة كل علبة فيها 178 قلم وعندنا 9 ديال العلب، إذا عندنا علبة علب 9 ديال العلب، كل علبة فيها 178. إذا باش نلقاو عدد الأقلام الإجمالية غادي نضربو 178 ونضربوها في 9 باش نلقاو العدد الإجمالي ديال الأقلام. إذا نديرو العملية عموديا، ثمانية في تسعة 72، كتبو 2.7 تسعة في 7 63 70، اكتبوا الصفر واحتفظوا بالسبعة راها كاينة، تسعة في واحد تسعة والسبعة 16. إذن عدد الأقلام 1602 1602 قلما. صافي، إذن ننتقل للصفحة الموالية الصفحة 54. نقراو المسألة. إذن هنا باش نفهموا المسألة ديما خصنا دونك دفع خياط أو الخياط عباس لتاجر أتواب 930 درهما مقابل اشتراء نوعين. إذن هذا الثمن اللي دفع، هذا الثمن اللي دفع للخياط، الخياط عباس للتاجر من القماش نوع اشترى منه 4 أمتار. إذا النوع الأول شرى منه 4 الأمتار بثمن 120 درهم، ماشي لكل شيء، المتر الواحد يعني 4 الأمتار غتكون بثمن آخر. ونوع اشترى منه 3 أمتار بثمن 150 درهم. إذا هنا النوع الثاني خذ منه 3 الأمتار بثمن 150 درهم، المتر الواحد عاوتاني. الواحد. دونك دابا حنا فهمنا المسألة، يعني السؤال أساعد عباس على حساب ثمن كل من الأتواب. داروا لنا هنا ثمن ثمن الثوب الأول وثمن الثوب الثاني. إذن شنو نديرو؟ الضرب. إذن عملية الضرب غنضربو 120 في 4. عندنا الثوب الأول خدا منه 4 الأمتار، و 4 الأمتار كل متر ب 120. إذن العملية هي 120 غادي نضربوها في 4 باش نلقاو ثمن. نخلي الصفر حتى الاخير وغنضرب 4 في 2 8 4 في 1 4 ونزيد الصفر. هذا ثمن ايش؟ هذا ثمن الثوب الاول. الثوب الاول ثمن الثوب الثاني غادي نضربو 150 في 3. 5 في 3 15، 3 في 3 في 1 3 والواحد 4 405. إذن أساعد عباس على إحنا حسبنا ثمن كلها. أشرح شفهيا أن الثمن الذي دفعه عباس للتاجر كاف أو غادي نجمعو هادو بجوج وغنشوفو واش غادي. إذن غادي نجيو هنايا نديرو العملية هنا. إذن عندنا 480 غادي نزيدو عليها 450 نشوفو النتيجة. إذن صفر 13 930 كافي. إذا هو إذا أعطاه الثمن نيشا صافي. إذا 930 درهم هو الثمن اللي أعطاه. إذا فعلا ثمن. إذا ننتقل إلى التمرين 5. أحيط القواسم المطلوبة في كل سطر، قواسم 20. إذا واحد ما كتقسمش واحد قواسم الجميع. نعم. إذا نديروا عليه دائرة. ثلاثة لا يقسم 20. إذا لا يوجد عدد نضربه في 3 يعطينا 20. 5 نعم. نعم يقسم 20. لأن كاين صفر وخمسة في 4 20. نعم. علاش 20 ما كتقسمهاش 3؟ لأن صفر زائد جوج جوج وجوج ماشي من مضاعفات 3، وبالتالي ما غاديش 7 كذلك لا يقسم 20، لأن لا يوجد عدد نضربه في 7 يعطي 20. 3 إلا ضربناها في 7 كتعطي 21. جوج إلا ضربناها في 7 كتعطي 14، وبالتالي 20 كتبقى محصورة بين 14 و21. نشوفو الحالة الثانية، قواسم العدد 18، واحد دائما من القواسم.
ثلاثة نعم. علاش؟ لأن مجموعة الأرقام مضاعف للعدد ثلاثة. أو لا، إلا ضربنا ثلاثة في ستة كتعطينا 18. إذن هذا من القواس. خمسة وحدات هذا العدد شنو؟ ثمانية. ليست لا صفر ولا خمسة، إذن لا يقسمه العدد خمسة. سبعة كما قلنا قبيلة، سبعة في جوج 14 وسبعة في ثلاثة 21. إذن ما يمكنش. إذن هذا ليس من قواسم 18. قواسم 19 واحد. نجمعوا الأرقام، 9 زائد 1 10 ليست مضاعف 3، إذا 19 ما عندناش شي عدد نضربوه في 3 يعطي 19. 5 الوحدات، الوحدات ما هي لا صفر ولا 5، إذا ما كيتقسمش ب 5. 7 كما قلنا عاوتاني ما يمكنش يتقسم، لأن 7 في 3 21 و 7 في 2 14، وبالتالي 19 هو الوحيد كيقسموا هنايا هي 1. التمرين 6، إذا التمرين 6 أحيط المضاعفات المطلوبة في كل سطر. إذا مضاعفات العدد جوج، إذا 32، إذا باش نعرفوا مضاعفات جوج نشوفوا الوحدات، إذا كانت عدد زوجي فهو مضاعف جوج، كانت ماشي عدد فردي ماشي مضاعف جوج، إذا جوج زوجي، إذا هذا زوجي، إذا من مضاعفات جوج. واحد ليس من مضاعفات جوج، هو أصغر من جوج، ما يمكنش يكون مضاعف. 19 ليس من مضاعفات لأن رقمه الوحدات ليس زوجي. 2 و4 نعم، لأن رقمه 2 زوجي وبالتالي فهو عدد زوجي قابل للقسمة على 2. مضاعفات 4، إذا هنا بالنسبة للربعة، إذا هنا عطونا نفس نعم، إذا هنا 4 نشوفوا واش كاين شي عدد نضربوه في 4 يعطي 32. نعم نعم، 4 في 8، 4 في 8، إذا هذا من مضاعفات 4. 1 صار من 4، 19 ليس زوجي اصلا. اذا هذا زوجي كاين احتمال انه يكون من مضاعفات 4. الا قسمنا 42 على 2 كتعطينا 21، ولكن 21 ما كتقسمش مره اخرى. مضاعف 4 شنو هو مضاعف 4؟ يقسم على 2 مره. دابا الا خدينا 32، الا قسمناها المره الاولى شنو تعطي؟ 16. ولا قسمناها مره اخرى كتعطي 8. اذا قابل القسمه على لا على هذا لا، حيت الا قسمنا على جوج المره الاولى كيعطي 21، ولكن الا جينا نقسموه المره الثانيه كيعطينا 11.5، اذا ماشي هذا الصح. مضاعفات 7، 32 ما كاينش عدد نضربوه في 7 يعطي 32. علاش؟ 7 في 4 شحال؟ 28، و7 في 5 35، 32 جايه بيناتهم. 7 هذا صغر من 7 ما يمكنش يكون مضاعف. 7 في 2 14، 7 في 3 21، 19 جايه بيناتهم. 7 في 6 42، إذا هذا مضاعف ديال 7. صافي. تمرين 7، أساعد عليا على إيجاد القواسم المشتركة للعددين 12 و15. غادي نحددوا القواسم ديالهم بجوج نشوف. باش نحددوا القواسم شنو نديروا؟ كناخذوا كنحاولوا نقلبوا شكون العددين اللي نضربهم بيناتهم كيعطيو 12. إذا هنا غنديروا جوج اللوائح. نديرو مثلا 12، شنو تقدر تساوي؟ 12 تقدر تساوي 6 في 2، 6 في 2 تقدر تساوي 3 في 4، تقدر تساوي 3 في 4، تقدر تساوي 12 في 1، صافي؟ إذا هذا هما، هذه اللائحة ديال 12، مازال شي حاجة أخرى؟ دونك هذا هو جميع الاحتمالات درناها. دابا غناخذوا 15، 15 شنو نقدروا نقولوا؟ هي 15 3 في 5، 5 في 3 هي 15 1، صافي هادشي اللي كاين. هادو هما. دابا غادي نشوفوا المشترك، القواسم المشتركه. واحد مشترك، نعم، واحد قاسم مشترك، 3 مشترك، 3 قاسم مشترك، و نعم صافي. إذن هذه القواسم، إذن دابا نقدروا نصيغوا القواسم المشتركة. إذن باش نحددوا القواسم المشتركة هذه الطريقة، ولا نديروا الطريقة اللي دارت مريم في واحد الدرس بقينا شفناه. إذن هنا القواسم المشتركة بين 15 و 12 هي 1 و 3. نكتبوا بشي لون مغاير، 1 وثلاثة. صافي. إذا ننتقلوا للتمرين الموالي، تمرين 8، أساعد أريج على إيجاد مضاعفات العدد 7 المحصورة بين
20 و 30. إذن أول حاجة نحددوا المضاعفات. غادي نبداو سبعة. المضاعفات ديالها شنو هي؟ سبعة 14 8 21 28 35 دزنا 30 42. لا هذه دابا هذه مضاعفات سبعة، هذه مضاعفات سبعة. دابا المضاعفات المحصورة، دابا المضاعفات المحصورة بين 20 و 30. اذا 35 كبيرة، 35 تجاوزنا داك الشاش حبسنا. اذا 21 و 28. دونك هي هذه 21 و 28. اذا هي 21 و 28 صافي. اذا ننتقلوا للتمرين 9. اصطحب اب ابنته لحديقة الحيوان، وكان ثمن التذاكر للبالغين ضعف ثمن التذاكر للأطفال. دفع الأب 60 درهما مقابل التذكرتين. إذا دابا هنا السؤال، ما ثمن تذكرة البنت؟ إذا نقسمو على 3. علاش نقسمو على 3؟ دابا غنعتبرو بحال الأب كياخد جوج تذاكر صغار. دابا هنا بحال الأب البنت كتاخذ التذكره ديالها، الاب كياخذ جوج تذاكر، كياخذ جوج تذكيرات ديال البنت، بحال البنت جوج تذكيرات البنت. اذا وفي التالي شحال ولاو عندنا التذاكر ديال البنت؟ ثلاثه. وحده كاينه عند البنت وجوج كاينين عند الاب، واخا وحده فيها الثمن. اذا شنو غادي نديرو؟ ناخذ الثمن كما قلتي 60 وغادي نقسموها على ثلاثة. على 3. إذا شنو غادي تعطينا؟ 20. إذا ثمن تذكرة البنت هو 20. ثمن تذكرة البنت هو 20 درهم، ثمن الأب دابا هو 40 درهم، وحنا كنشوفو 20 درهم 40 درهم هي الضعف ديال 20 درهم. في قسم التمرين 10، في قسم ياسين عدد البنات ضعف عدد الأولاد. لدينا 8 أولاد في هذا القسم. إذن عندنا في القسم 8 ديال الأولاد، البنات هما اللي كتار، هما الدوبل ديال الأولاد. إذن دابا السؤال، ما مجموع عدد تلاميذ القسم؟ أو إذن أولا شنو خصنا نحسبو؟ عدد البنات. صافي. إذن عدد البنات شنو غادي يكون؟ هو 8 في 2، حيت عدد الأولاد 8. إذن عدد البنات غادي يكون 16. إذن ثانيا غادي عدد تلاميذ القسم هو 16 زائد 8. فوالا. إذن 16 زائد 8، 16 ديال الإناث و 8 ديال الذكور، إذن 24 تلميذا. صافي. إذن ننتقل للتمرين 11. أدار خالد الشكل جانبه نصف دورة باتجاه عقاري. إذا ندور في هذا الاتجاه، اتجاه عقاري بالساعة. ما الشكل الذي ينتج عن دورانه؟ إذا هو هذا، هو هذا. علاش؟ لأن في الدورة الأولى الشكل، إذا إلا بغينا نطبقه في الدورة الأولى الشكل غادي يجي بحال هكا، بحال هذا الشكل. هكا. ومن بعد غادي يجي واقف هكا، هذا. إذا هذا هو الشكل المناسب، هو هذا. إذن ونكون قد انتهينا من هذه الحصة حول تقويم ودعم وتوليف التعلمات للوحدة الثالثة من كتاب المفيد في الرياضيات للسنة الرابعة ابتدائي.